ضمن جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لرفع مستوى جاهزية دولة الإمارات في مواجهة الأزمات الطارئة والمعقدة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، نظمت الهيئة تمرين ميتافيرز الأزمات الوطني، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، بهدف تعزيز الاستجابة الوطنية لحوادث المواد الخطرة باستخدام تقنيات الميتافيرز المتقدمة. الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم مع شركائها على المستوى الوطني والمحلي نظمت أول تمرين على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإقليمي، واللي هو تمرين ميتافيرس الأزمات. هذا التمرين باستخدام التقنيات التكنولوجية تهدف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى تحقيق أحد أهدافها والذي يرمي إلى تطويع التكنولوجيا. وصمم تمرين ميتافيرس الأزمات في بيئة افتراضية شاملة تتعرض لسلسلة من الحوادث الطارئة من خلال سيناريوهات افتراضية معقدة تحاكي حوادث حقيقية مثل الطوارئ الكيميائية والإشعاعية والنووية، وتتيح البيئة الافتراضية للفرق المختصة فرصة فريدة لتحسين مهاراتها في الاستجابة الفورية واتخاذ القرارات الحاسمة والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية. احنا اليوم مع شركائنا طلعنا باستنتاجات وتوصيات كثيرة، أن من الضروري جدا أن كمؤسسات أن اليوم نحتوي هذه التقنيات وكذلك نعرف إيجابياتها وتحدياتها على أساس نقدر نوظفها بشكل صحيح بما يخدم أدوارنا كمؤسسات. كما شهد التمرين مشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، ما يسهم في تكامل الجهود وفعالية التنسيق في مواجهة الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة لتعزيز جاهزية دولة الإمارات لمواجهة الطوارئ والأزمات.